طبعا مشاهدينا هننتج الاتصال الثاني. صحيح، وموضوعنا الآخر عن مشروع تخرج تحت عنوان مكتبات الأطفال في المرافق العامة. يعني ما شاء الله في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ما شاء الله كانوا قائمين وحريصين كل الطالبات بإقامة مشاريع خاصة أنه هي تدعم هذا الجانب في الأطفال. يعني ما شاء الله جانب القراءة من الجوانب المهمة التي تنمي الثقافة داخل الطفل، تنمي المهارات المختلفة، سواء إذا كان عنده مهارة في جانب معين قد تظهر هذه القراءة، هذه المهارات وهذه التقنيات والمواهب الجميلة داخل الأطفال. ما شاء الله إحدى هذه الطالبات كانت حريصة على إقامة هذا المشروع وهي الأستاذة منى الأسمري، وهي طالبة في قسم المكتبات والمعلومات في جامعة الأميرة نورة، كانت حريصة على إقامة هذا المشروع. هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر لكم استضافتنا وتسليط الضوء على هذا المشروع والذي نتمنى أن يحقق الأهداف التي رسمناها له بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع. أحب أن أوضح هذا المشروع من فكرة يعني الطالبة منى علي مني على أسمري بمشاركة من ثلاث طالبات وهن وفاء الهدهود وريم القحطاني وهيا الدوسري تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نجاح القبلان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن قسم المكتبات والمعلومات. هذا المشروع هو جهد أربع طالبات دون أي دعم قبل أي جهة أخرى. جميل جدا. ونسأل الله التوفيق والسداد بإذن الله. هذا المشروع توفير يوفر هذا المشروع ما يقارب 900 كتاب للاطلاع والقراءة خاصة بالطفل، وهي كتب علمية وروايات وقصص وكتب ترفيهية. تقوم هذه المكتبة على إنشاء أركان متعددة على النحو التالي: قسم خاص بالكتب المتخصصة للقراءة والاطلاع، وركن خاص بالكتب التجارية، وركن خاص بالكتب الترفيه مثل الرسم والتلوين، وركن خاص بمزاولة الأعمال والأنشطة اليدوية المختلفة. يعني حتى تقريبا كل ميولات الأطفال من مختلفة، يعني كل طفل بيكون عنده ميول معين حبيت انه هو يشتغل على هذا الميول من خلال القراءة. إن شاء الله قد تكون مكتبة مصغرة للمكتبة العامة الكبرى. جميل جدا. أهداف هذا المشروع تقوم المكتبة على توعية الطفل
الروايات والقراءة واستغلال أوقات فراغه، كذلك توعية الأسرة بأهمية المكتبة في حياة الطفل، نشر المكتبات بمختلف أنواعها في المرافق العامة، تنمية القراءة عند الأطفال، وتغيير مفهوم الحدائق لدينا إحنا كمجتمع، نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية المكتبات ودورها الفعال في تحقيق أهداف ترفيهية ومالية، التعرف على ميول الأطفال واحتياجاتهم واهتماماتهم، رفع المستوى المعرفي والمعلوماتي لدى الطفل. جميل منذ الصغر. وفي كلمة الختام أحب أن أبعث كلمة رسالة ودك إلى وزارة تفضلي. الثقافة لنشر المكتبات في المرافق العامة، جميل وكذلك نشرها في الأحياء حتى تحتضن أبنائنا وتساعد على جعل هذا المجتمع مجتمع منتج للمعرفة والمعلومات. أكيد وأحب عن طريق منبركم أن أوضح أن هذه الدعوة لهذا المشروع مكتبات الأطفال في المرافق العامة هو مشروع، وهذه الدعوة عامة للجميع، وهي يومي الجمعة والسبت بتاريخ 21 و22 من جماد الثاني 1436، وليكن شعارنا اقرأ لترتقي. جميل جدا وكل شكر اكيد لك يا استاذه منى الاسمري صاحبه فكره مشروع مكتبات الاطفال في المرافق العامه. كل الشكر لك كمان. اكيد نوجه تحيه لزميلاتك اللي شاركوك في إقامة هذا المشروع والفكرة أيضا. شكرا لك. الله يعطيكم ألف عافية. فعلا يعني مثل هذه المكتبات أو هذه الفكرة فعاليات الفكرة صحيح بتكون أكثر من رائع فعل تشجيع الأطفال على القراءة، وأيضا توعية الأسرة بأهمية القراءة وهذا المهم الأطفال، وهذا مرة مهم صحيح فعليا. أعزائي المشاهدين لازلنا متواصلين معكم.